عليكم، كلشي بخير، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. اليوم روتين اللي هو واعر، الروتين ديال التغيير من الديكور ديال لا شومبر داكوشي ولا بيت النعاس، بيت النوم، غرفه النوم. الروتين ديال التغيير فيه ونغيروا فيه بزاف الحاجات. واخيرا وصلتني واحد الحاجه اللي كنت كنقلب على شحال هادي، غنخلي لكم لا فيديو دابا حيت ما صبرتش البارح، صورت لكم البارح داكشي اللي وصلني، غنخلي لكم لا فيديو صورته لكم بالليل. سير شوفوها ولا غادي نتلاقاو. عيوني باب داركم نجيكم، مرقد عالي ولا فراق وزالي، ارقادي وحدي ولا زواج الركبي، ازواج الركبي ضرني في قلبي، ماناش تاعت وحتى يبلي من الليل. دابا راه 11:30، بغيت نشارك معكم واحد الحاجة اللي زوينة بزاف وصلتني من جوجل لايف. بامبو فاتيم زوينة بزاف، حمقتني اللي وصلني. سيري بنتي، سيري بنتي لمامي، سيري اللي وصلني هو هاد الكوبر اللي هذا كيحمق كيحمق كيحمق. غادي نحل معكم دابا الكوبر اللي باش الصباح ان شاء الله نفيقو نبداو الفيديو ديال تخمال بيت النعاس ونقادو 50 ونصايبو هاد الكوبر. شوفوا كيفاش هيجي. غنشارك معكم هذا الكوفر اللي هذا فيه 6 ديال لي بياس. يا سلام، واو واو، شوفوا لي لي ديتاي، شوفوا لي ديتاي، شوفوا لو نوار و لو روج شحال تيجيو زوينين. المعلم د الكوزينه قال لي ما عمري شفت شي واحد خدم النوار مع الروج، ما كيطلبوش لينا الناس. قلت له دابا تشوفوا غيعجبك. المهم شوفوا كاينه لا هوست دي كويت. سيري سير تو بلي مامون، اغيت سيري عند مامي، سيري عند مامي تفتح ليك، سيري عند مامي تصاوبك. عارفه بنتي سيري عند مامي. سيري دايره الاخر هي واحد القرعه ديال الشكلاط والو عطيني انت، قلت لها سيري عند مامي ما بغاتش. المهم قلت لكم هاكا كيجي. غادي نشارك معكم شنو فيه. فيه هي التليفون عاد صوبتو، فيه لاهوست كويت اللي هي هادي واقيله، انا راه مازال ماعرفتش كنحل معاكم قد قد. هادي واقيله هادي لاهوست كويت، واو توب غزال، توب غزال غزال غزال، راه كبيرة. انا اصلا عندي لا كويت، عندي دو كويت بلوتو، عندي جوج، وحده دايرها في الكوفر اللي ديجا، وحده شاريها حطها ما عمري خدمت بها. فوالا شوفوا واش عنده صديفات ولا شنو باش كتسد لاهوس. فوالا عنده صديفات، راكم عارفين حاجه ديال تركيا. شوفوا شوفوا زي ولا عنده صديفات بحال هكا، ما بين صديفه وصديفه ما كاينش بزاف لي سباس باش كتبقى لا كويت مشدوده. فوالا غزي ولا غزي ولا غزي كيحمق. هانتوما ديزاين ده اللي فيه كيحمق. الصباح ان شاء الله نصايبوه في ناموسيه ونوريه لكم مزيان. نفرش فيه جوج خدادي بحالو في الحمر كيحمقو كيحمقو، توب توب في حداتو كيحمق. وعادي يا لالا ويا لالا، الخدية الثانية حتى هي بحال هكا. كيحمق هادشي، انا اختي الحمر والكحل كنتسطا عليهم سيغتو ملي كيكونو ميلونج. واو، ولتحت هنايا في الباكية عندي جوج خدادي في البيض وعندي ليزار في البيض اللي كيدار الناموسية من التحت بلاستيك ديالو عاد باش كيدار لاكويت. قبل ما نحل هاد ليزار بقى فيا الحال مطوي بواحد الطريقة زوينة بزاف، مبغيتش نكرفصو مسكين.
صافي الخديديات البويض ديال النعاس اللي كيتوستو الناس باش ينعسو. توب غزال توب ديال القطن غزال 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 معنا الثانية هي توب غزال صراحة داكشي واعر طب 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 ولي زوين في هادشي كلو هادشي كلو غير ب 350 درهم كيحمق كيحمق نطوي حتى هذا حشومة حرام هو جاي مطوي مقاد داكشي وانا نخليه بحال هكا حشومة بقى فيا الحال حتى الصباح ان شاء الله ملي نبغي نصايب في الموسية باش نشارك معكم تفاصيل كاملة غنبدل شحال من حاجة الصراحة في الموسية ونشارك معكم كتاكل شوكولا ايوا صافي بحال هكا المهم انا ما غنديرش ليه نفس الطويل ما كنعرفش فوالا هادشي اللي كاين اما البكيه في حديث اخر هادي الفوقانيه وهادي اللي كان فيها الاختي فوالا جولدن لايف بامبو فتي مقلي لاول مره انا كنلقى شي ديزاين عجبني هكا في الكوفر ليات وديكشي حيت كنلقاهم ولكن ما كيكونوش ما كي داك الميلونج ما بين الكحل والاحمر ما كيكونش زوين ما عرفت ما كيكونش داكشي اللي انا بغيت اول مره نلقى شي حاجه تعجبني الصراحه شكرا نقولوا 1 2 3 نلقاو في الصباح ان شاء الله 1 2 3 ها هو اختي جا الصباح المهم دابا غادي نمشيو نبداو لا روتين ديالنا كيف ما قلت لكم عندي الروينه في بيت النعاس عندي الكوافوز خصو يتقاد عندي المنظمات عاد خديتهم ديال الكوافوز درتهم تغسلوا في لافيسيل عاد راني قاد فيهم كلشي منظمات غير عاديين ما لقيتش داكشي اللي بغيت خصني تنطلع لايكيا ان شاء الله باش ناخذ منظمات اللي هما زوينين ديك المره مشيت لايكيا ومشيت ما خديتش راحتي ما تقديتش داكشي اللي بغيت ما كانش الوقت بزاف ديال الامور وصافي دابا غادي نمشي باش نقادو الكوفوز ولول ونقادو الناموسيه قبل ما نمشي كلشي خصنا نقادو الكوفوز ولول عاد نيطواياج ديال البيت حيت السي سيد متكي قال لك عيان بزاف عاد نيطواييو البيت وحتى ديك الساعه ندوزو نقادو الناموسيه هذاك الكوفر اللي شفتو ولا لا هوست كويت اللي شفتو والمخدات ديالو نشوفو الديكور كيفاش هيجي غنبدلو شي حاجه اللي هي بسيطه ولكن زوينه في نفس الوقت حاولوا نقدقدوا داكشي حيت كلشي مرون صراحه خليكم معنا هادو من الروتينات اللي كنحماق عليهم انا روتين ديال التخمل ديال بيت النعاس ديالي خليكم معايا صافي اللي حوزه صافي اجيني بالحرامي الاخر واش عينيك فيا ولا في شي حد اخر الله الله لامي لا بابا ترجمة
غادي نجمع هنا باقي ليا هاد الجهه هادي وباقي ليا هاد الجهه هادي عم دوبل فوق على الجبل الدفتر سنين هو عندي شوفوا كيفاش مشمكر مسكين هاد الدفتر فيها كاين الامثله الشعبيه المغربيه فيه الالغاز وعندي بزاف ديال الدفاتر غير هذا زعما كنخلي ديما قريب ليا كنحتاج المهم صافي خويت هاد التيروار حتى هو مسحته مزيان بحال هكا دابا غادي نبدا نحط فيه اول حاجه غنحط فيه هي هاد البومه ديال هادو حيت كل مره كنحط غير واحد في الكوش اللي غنخدم به وصافي الاخرين غادي نحطهم هنايا كلشي مقاد رتبت بحال هكا كل حاجه حطيتها في بلاصتها رتبت بحال هكا هنا و لي بارفان خليت غير هادو هنا اللي كنستعمل هنا حتى هو ترتب هنا ترتب هنا ترتب منظمات ليا بسيطه راه خديتها غير من المحل ديال 100 ريال صافي هنا حطيت غير هادشي هذا هكا باقي ليا دابا خصني نجفف الناموسيه راه تشمشات غندوز عليها لاسبيغاتور ونجفف شي تجفيفه تكون فاعله تركه هنايا صافي نصايبو ديك الساعه ديكور جديد ساليت الروينه ديال البيت النعاس قديتها واخيرا لقيت داكشي اللي غنرتاح فيه اختي الحمر والكحل كنحمق عليهم هذا ما كان بالنسبه لا فيديو ديال اليوم كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم تهلاو لي فراسكم وما تنساوش لا فيديو الجايه اللي فيها المفاجاه الكبيره ان شاء الله شنو نقول لكم نحرق لكم المفاجاه تهلاو لي فراسكم ما تنساونيش ملي لايك ما تنساونيش ملي كومونتير ديالكم بيسو كبيره لكم باي